للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كييف الدكتور رامي أبو شمسية، عضو في حزب الباتريوت. أهلا بك وصباح الخير دكتور رامي. هناك مساعدات أمريكية جديدة لكييف تقدر ب 800 مليون دولار، وعلى رأسها ذخائر عنقودية ربما تمثل نقلة مختلفة في الدعم الغربي لأوكرانيا. يعني بشكل عام بالنسبة للمساعدات الأمريكية تجب يعني يقدمون لنا المساعدات ببطء، ولكن المعركة تسير ونحن نريد إلى أسلحة قوية متقدمة للتقدم في الأراضي الأوكرانية وتحرير الأراضي. نعم، هناك في قرار بتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، وسوف تستعمل في الأراضي الأوكرانية فقط على الجيش الروسي لكي نحرر أراضينا، ولكن كل هذه المساعدات تصير ببطء من قبل أمريكا ومن قبل الناتو، وبالتالي أوكرانيا بحاجة إلى كمية أكثر من الأسلحة وبسرعة كبيرة لهذه الأسلحة لكي نستطيع أن نجهز الهجوم المضاد ضد القوات الروسية. نعم، لكن ما الذي يمكن فعله من قبل، أو ما الذي يمكن أن تفعله هذه النوعية من الأسلحة العنقودية التي لها تأثير كبير ميدانيا على الهجوم المضاد الذي تقوم به أوكرانيا؟ كيف يمكن أن يدعم أوكرانيا هذه النوعية تحديدا من الأسلحة والدخول على خط المواجهة العسكرية مع روسيا بها؟ يعني احنا في البداية لما صدينا العدو الروسي من قواحي كييف قمنا بصده بالأسلحة الأوكرانية التي تم تصنيعها في أوكرانيا، وبعد ذلك تم الحصول إلى أسلحة من الناتو ومن أمريكا، وكان لها الفضل في تحرير الأراضي في خاركوف وخيرسون، بالذات بالنسبة للمدفعيات الخمس التي كانت تضرب على مسافات بعيدة. وبالتالي هذه القنابل العنقودية أنا بعتقد يعني أنها سوف تحرز يعني تقدما ما، ولكن ليس كافيا لتحرير الأراضي. هي يتم ضرب التحصينات الروسية التي هي عبارة عن مسافات كبيرة. اليوم نحن إذا رأينا المعادلة أن روسيا احتلت مدينة بخموت لمدة 10 شهور، وهي كانت هناك تمد بالجيش والعتاد في مدينة واحدة فقط 42 كيلو، واليوم الأوكران يريدون أن يحررون جميع أراضيهم على جبهة تزيد عن 900 كيلو، وبالتالي الهدف للأوكران أكبر بكثير من بخموت، ويعني وبالتالي نحن نريد إلى أسلحة أكثر بهذا بكثير، أسلحة متقدمة أكثر من الأسلحة العنقودية لكي نستطيع أن نحرر. النقلة النوعية ممكن أن تكون ولكن ليس بهذا الصور كما يتصورونه. لماذا القنابل العنقودية؟ لأنها محرمة دوليا، ولكن أوكرانيا لم توقع معاهدة أوسلو بالالتزام بعدم استعمالها، وبالتالي أوكرانيا دولة معتدى عليها ولها الحق أن يعني تستعمل جميع أنواع الأسلحة لتحرير أراضيها. كيف ترى التزام أو تقديم أوكرانيا التزامات لواشنطن بأنها لن تستخدم هذه الأسلحة خارج أراضيها؟ إلى أي مدى يمكن لأوكرانيا أن تلتزم بهذا التعهد؟ يعني بالنسبة للدولة أوكرانيا، اليوم أوكرانيا دولة ديمقراطية ودولة القانون، وبالتالي القيادة الأوكرانية إذا قالت شيء بالفعل فعلت، وبالتالي ليس من صالح أوكرانيا أن تستعمل هذه القنابل العنقودية في على المدنيين الروس، وبالتالي نحن من يريد أن يحرر أراضيه، وبالتالي نحن نستعمل هذه فقط ضد الجيش الروسي. ولا ننسى أن في الأماكن المحتلة من قبل الروس هناك مواطنين أوكران، وبالتالي سوف يكون الضرب يعني الضرب دقيق جدا بالقوات الروسية فقط، وهناك الاستخبارات والجيش الأوكراني يعرفون جيدا أين يتواجد الجيش الروسي وأين تحصيناتهم، واليوم فقط قاموا بضرب المستودعات والمخازن للجيش الروسي بشكل دقيق جدا، يعني لم يصيبوا أي مدنيا، وبالتالي سوف يتم الاستعمال فقط ضد الجيش الروسي، وسوف نحرص على عدم استعمال هذه الأسلحة ضد المدنيين إن كانوا أوكران أو روس. نعم، إذن ربما تتحدث أن هناك بعض الدول دكتور رامي تعارض تقديم هذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا إلى كييف، ومنهم دول بالفعل تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وموقعة على الاتفاقية التي أبرمت في 2008 والتي وقعت عليها 107 دول بعدم استخدام هذا النوع من الأسلحة لما له من سلبيات كبيرة ليس على المدى المؤقت إنما أيضا على المستقبل.
نعم، نحن نتفهم هذه الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية من عام 2008، وهم لا يستطيعون أن يستعملوا هذه الأسلحة ولا يستطيعون أن يعطوا الأسلحة لأي دولة أخرى بناء على هذه الاتفاقية. نحن نتفهم موقفهم وهم ممكن أن يقولوا ماذا يريدون، ولكن نحن نعتبر هكذا، يعني إذا تم الاعتداء على أي من هذه الدول التي هي تعارض تسليم أوكرانيا هذه الأسلحة، ماذا سيفعلون؟ سوف يستعملون جميع الأسلحة المتاحة لديهم لتحرير أراضيهم، وبالتالي هم ممكن داعمين سياسيين لنا ويعارضون، ولكن نحن نتفهم ذلك، ولكن الأوكران بحاجة إلى هذا النوع من الأسلحة، وبالتالي يعني هم يعرضون، لأنهم أيضا هم دول القانون ولا يستطيعون أن يخترقوا القانون وعدم العمل بالقانون، وبالتالي نحن نتفهم هذا الأمر. ولكن بالنسبة لأمريكا لم توقع هذه الاتفاقية وأيضا لم توقع أوكرانيا، وبالتالي نحن سوف نعمل على الحصول على هذه الأسلحة وسوف يتم الاستعمال هذه الأسلحة ضد الجيش الروسي، ولكن كله حسب، يعني يكون حسب ضمن المسؤولية الأوكرانية، كما اتفق الأوكران مع الأمريكان أن تكون هناك مسؤولية كبيرة بعدم استعمال هذه الأسلحة ضد المدنيين، وهذا ما يعمله الأوكران دائما. الأوكران فقط يقاتلون الجيش الروسي. معنى ذلك يا دكتور أنه كل أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا يمكن استخدامها في هذه الحرب من قبل أوكرانيا حتى تستعيد أراضيها؟ يعني تفضل أخي الكريم، عندما روسيا تلوح بالنووي ضد الشعب الأوكراني، إذا هي خسرت الحرب التقليدية وتلوح بالنووي، وبالتالي هم يستعملون جميع الأسلحة المحرمة دوليا، وأيضا هم ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا، وبالتالي لا يوجد خيار لدينا كأوكران سوى أن نستعمل جميع الأسلحة المتاحة لدينا لتحرير أراضينا، وبالتالي يعني لا يجب على أي إنسان أن يلوم الأوكران في تحرير أراضيهم باستعمال جميع الأسلحة. إذا لم نستعمل أي سلاح كان موجودا لدينا ضد الروس، فيقومون الروس بالدخول إلى أوكرانيا وقتل جميع الشعب الأوكراني، وبالتالي نحن نريدون تحرير أراضينا بغض النظر على الوسيلة التي كانت.